عندي ورقه مكتوب فيها كلام. اتفضل. بس يعني انا مش عايزاك تتضايق ان لا 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 انا لا لا لا. انت صريح وعودتني على الصراحه. انا الكلام ده ما هوش على مسؤوليتي انا اطلاقا، ولكن هو يعني شخصيه صرحت بيه. هقول لك بقى الجورنال الشخصيه بتقول ايه. سيد رادي فنان لا يهمه اطلاقا مضمون ما يقدمه من عمل، كل ما يعنيه ان يدخل البهجه فقط على نفوس جماهيره. رد حضرتك ايه على الحكايه دي بغض النظر طبعا عن مضمون ما يقدمه، ايه رايك؟ طبعا انا مؤمن ان اساسا الضحك رساله مهمه جدا طبعا، وطبعا من حق الراجل اللي كتب عني هذا الكلام. يعني انا اعتقد ان ده ما حصلش يعني في روايه من الروايات اللي قدمتها في المسرح. نعم. لان المسرح هو عالمي. لكن الكلام اللي بيتقال ده انا اعتقد انه ما هو الصدق. ما هو الصدق؟ ليه؟ ده قاسي عليا. قاسي عليك. قاسي عليا. لان هو لو بص في تاريخ القديم قوي من زمان قوي قوي قوي، اول ما بدات اخرج في حياتي وكان اخراجي اول روايه في حياتي هي خلف البنات. ايوه. وبعديها على طول سفاح رغم انفه بتاعه محمد عوض. ايوه. وتالت روايه وانا شاب صغير. ايوه. الصعلوكه لسناء جميل. بدايه من اولها على طول بيتعامل مع الكبار. يعني خلف البنات بطوله سعيد ابو بكر وعبد الوارث عصر وعائله راتب وكوثر عسال. نعم. وابراهيم سعفان. يعني البدايه. بدا بكده. العمل الثاني كان محمد عوض وخيريه احمد، وانا داخل في مباراه بين الزوج العاشر اللي بتقدمها الفنانين المتحدين وسفاح رغم انفه اللي بيقدمها مسرح الدوله. عملية صعبة. وبعدين وانا شاب صغير كده اروح الاستاذة الكبيرة سناء جميل واقول لها انا عايز اعمل لك عرض مسرحي. وتقبل هذه الاستاذة ان تتعامل مع هذا الشاب وتعمل عرض مسرحي وانا امثل بطولتها قدامه. نعم. يعني فانا ما يعني ايه الحكاية بيصبح المضمون اساسا هدف قدامي. قيسي بقى. انتهى الدرس يا غبي على يعني فين يدوس تاريخ كبير في المسرحيات. أكيد. لكن انا بقول ان رساله الضحك ايضا هدف. ان انت بتغسلي بني ادم جميل بيضحك جميل. بيتغسل من جوه. بيتفضى. موضوع بيخرجه من حياته اليوميه. وعناء الحياه. يعني انت تؤمن انه الضحك هدف الضحك للضحك هدف هدف وان ده هدف سيد رادي في اعماله. لا جزء منه. سيد رادي من الفنانين أصحاب الأساليب، يعني أعتقد أنه من أيام إسماعيل ياسين بنفتكر سيد رادي، يعني الستايل ده اللي كان عامله إسماعيل ياسين. سيد رادي من أنا أعتقد أنه هو ملك الفرس بلا منازع في السينما والمسرح المصري الحديث يعني، وأعتقد أنه قدم كممثل جهد هايل بيسيب أثر وعلامة، ويكفي أنه هو عامل كاركتر شخصية مميزة يعني تجلب البهجة للناس، وأعتقد أن ده دور مهم جدا. على المسرح سيد رادي أنا أعتقد أنه قدم برضو مجموعة من المسرحيات اللي أكدت دور الفرس في إسعاد الشعب المصري، يعني ما كان بيقدم مسرحيات حكاية المضمون دي مش مشكلة عنده، بس كان بيقدم مسرحيات مبهجة وده دور مش قليل على فكرة. سيد بقى الاستاذ سيد رادي كان نقيب للاتحاد الفنانين، يعني رئيس النقابات الفنيه كلها، الحقيقه ادى دوره بشكل مدهش. انا شخصيا كنت مذهول لانه في فتره كان فيها صراعات هائله سيد رادي نجح انه يمشي المركب بين مجموعات ومن الطيارات المتصارعه في النقابات الثلاثه بشكل ما كانش متوقع منه خالص. وانا شخصيا بتمنى انه في الفتره الجايه يكمل دوره، وبساله ليه توقف عن الإخراج وليه توقف عن التمثيل، لأنه أعتقد أنه مازال في جعبته الكثير. رأيك إيه؟ حاجة جميلة جدا. يعني هو ورأي مش بس هو أكد برضو على الكلام. بس مش ضدي، هو بيقولك إن ولا إحنا ضدك ولا إحنا ضدك، لازم تبقى عارف إحنا معاك، ولكن هو قال إنه فعلا هو بيقدم مضمون يعني حاجة مهمة جدا اللي هي الضحك للضحك، ده الهدف بتاع أعماله. لكن وليس هناك مضمون. لا 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 لا، ما هو انا قلت لسعادتك ان الضحك للضحك ده هدف في حد ذاته.
كويس كويس، لكن لا يمنع ان انتهى الدرس يا غبي، بتقول قيمه كبيره جدا. عمل ادبي انا اراه. نعم. اخراج اليوم المسرح المصري على مدى 6 سنوات احتفاليه كبيره. عمل ادبي. اخراجي انا اساسا لمهرجان مولير كله، الكاتب الفرنسي الكبير بكل اعماله. وانا اخرج كل اعمال بتاعت مولير في مهرجان. اظن ده برضو عمل ادبي لاكبر كاتب في فرنسي. بيتقدم له الاعمال بتاعته، اذا كانت المتحزلقات، اذا كانت بقلب سكبان، اذا كانت الطبيب رغم انفه، الطبيب الطائر، نساء عليمات، كل دي اعمال للسيد راضي قدمها، وهي عمل اعمال ادبيه مهمه جدا. لكن انا بقول للناس كلها ان الضحك ده رساله. زي ما المأساة بتطهر الناس، الضحك أيضا بيطهرني. طب مين يعرف يعمل ضحك؟ الضحك ده من أخطر صناعات المسرح. أن تصنعي ضحكة ده عملية صعبة جدا. هو لا أصعب كمان ضحكة مع هدف، صح؟ لا لا، الأصعب مع مضمون ضحكة، يعني تبقى فيها مأساة.